بانوراما اقتصادية، برنامج نوافيكم فيه بآخر المستجدات في الصحة الاقتصادية، ونخاطبكم بلغة الأرقام والمؤشرات على إذاعة بيجيد الإلكترونية. صوت الغيرة على الوطن، صوتكم حين يصل. رفقة شيماء علول. أسعد الله أوقاتكم متتبعين الأوفياء في بانوراما اقتصادية، والتي نخاطبكم فيها بلغة الأرقام والمؤشرات، ونبدأ بالعناوين. وزارة الصناعة التقليدية تجدد عزمها على تكوين أكثر من 60,000 شاب في أفق 2021. ارتفاع كميات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة ب5%. أهلا بكم. ذكرت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان أن حوالي 62,000 شاب سيتم تكوينهم في أفق 2021 في مختلف المهن وحرف الصناعات التقليدية. وأوضحت مروان في كلمة بمناسبة إعطاء انطلاقة الأبواب المفتوحة المنظمة في إطار الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية الذي يمتد من 22 إلى 31 يوليوز الجاري، أن هذه الجهود التربوية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني التي جعلت من تنمية التكوين في حرف الصناعة التقليدية محوراً أساسياً من خلال أحداث 17 مؤسسة جديدة للتكوين واقتناء 11 وحدة متنقلة للتكوين بالعالم القروي. كما أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تأمين التكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين وإرساء المسار المهني الثانوي الإعدادي في حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية، وتدعيم التأطير البيداغوجي والإداري لمؤسسات التكوين المهني. أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها بلغت 660,704 أطنان في الفصل الأول من 2016 بقيمة تقدر بأزيد من 3.41 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 21% من حيث الوزن وبنسبة 5% من حيث القيمة مقارنة مع الفترة ذاتها من نهاية 2015. وأوضح المكتب في إحصائياته الأخيرة حول الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بالنسبة للستة أشهر الأولى من سنة 2016 أن قيمة تسويق الأسماك السطحية بلغت 1.43 مليار درهم في هذه الفترة مقابل 1.26 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 14% من حيث القيمة و24% من حيث الوزن. وعزى المصدر ذاته هذا الأداء إلى ارتفاع قيمة الكميات المفرغة التي تم تسويقها لكل من سمك السردين 24% وسمك أبو سيف 17% والشنشار ب50% والإسقمري بزائد 18%. وفي نافذة الأسبوع نسلط الضوء على إصلاح صندوق المقاصة باعتباره منجزا حكوميا يحسب لهذه الحكومة التي يرأسها عبد الإله بن كيران. يعتبر نظام المقاصة إحدى الآليات العمومية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في بلادنا، ويهدف هذا النظام منذ نشأته إلى ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من أجل توفير الحماية للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير العديد من القطاعات الإنتاجية. وقد سعت الحكومة المغربية منذ ولايتها لإصلاح هذا الصندوق رغم العراقيل والاختلالات التي كان يعرفها.
لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور نوفل النصري، باحث في السياسات العمومية تخصص اقتصاد. دكتور نوفل، مرحبا بك. مرحبا بكم. دكتور نوفل، إذا كان الهدف من نظام المقاصة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ما هي المراحل التي نهجتها الحكومة لإصلاح هذا الصندوق في ظل ظرفية اقتصادية صعبة؟ بداية شكرا على الاستضافة. بالفعل منذ ما جاءها الحكومة كانت الظرفية صعبة، مما جعلها أنها تذهب إلى رأس المشاكل اللي كانت متواجدة آنذاك، واللي كان يتمثل في نظام مقاصة اللي كان يمثل عبء كبير على الدولة. فبشرت الحكومة منذ سبتمبر 2016 مباشرة الإصلاح ديال نظام مقاصة في إطار مقاربة تدريجية كانت تهدف بالأساس إلى إعادة التوازنات المالية مع مراعاة القدرة الشرائية. ويمكننا نقول أن هذا الاعتماد ديال أول حاجة قصدها هو اعتماد المقايسة بصفات تدريجية عبر ثلاث مراحل. كانت المرحلة الأولى هي مقايسة جزئية من 16 سبتمبر تقريبا إلى 15 يناير 2014، اللي خلالها تم إخضاع البنزين الممتاز والغازوال والفيول رقم جوج كنا كيتسمى الفيول الصناعي للمقايسة الجزئية من خلال تحديد واحد السقف لدعم هذه المواد في حدود واحد الاعتمادات كانت مرصودة قبلا في قانون المالية 2013. وكان ديك الساعة تحدد الثمن البنزين 18.80 درهم للتر وسعر الغازوال 6.6 درهم، بينما حدد الدعم الموجه للفيول الصناعي في 69 درهم للطن. بالنسبة للبنزين اعتذر كان 0.2 درهم. المرحلة الثانية اللي نقدروا نقولوا انها تم فيها الشروع ابتداء من يناير 2014 نهاية ديال السنة ديك الساعة 2014، كانت تم اعتماد واحد النظام المقايسة، ولكن هذه المرة كان شامل الأسعار ديال البنزين وديال الفيول رقم جوج، وكان وتم الإبقاء على المقايسة الجزئية بالنسبة للغازوال، وتم تحليل واحد السعر ديال البنزين وديال الفيول محدد كل 16 شهر. كانت الدولة والحكومة كتقول هاد الثمن اللي كاين أخذ معنا الاعتبار داكشي اللي كاين على المستوى العالمي. وكما تميزت المرحلة هذه بتعويض دعم أسعار الفيول اللي كانت موجهة لإنتاج الكهرباء بدعم مباشر يقدم مباشرة آنذاك للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار المشروع لإصلاح هذا الصندوق. والمرحلة الأخيرة هي المرحلة اللي تم فيها المصادقة على أسعار المواد النفطية، وهذه المرحلة هذه توجت بتوقيع واحد اتفاقية في فتح يناير، كتبدا من فتح يناير إلى 30 نوفمبر 2015 مع المهنيين، واللي كانت تهدف أساسا إلى تهيئ هذا القطاع ديال توزيع المحروقات للتحرير، إضافة إلى مصاحبة المهنيين وذاتهم كيفاش يبقاو يديروا هما بنفس الأمور اللي كتقوم بها الحكومة، وكذلك فيما يتعلق بالجودة. فالآن دابا اللي كيدوز يتكوميرسياليزا هو واحد مثلا الغازوال 10 بي بي ام، وهذا أكثر أحسن جودة مما كان اللي كان فيه هو 50 بي بي ام. هذه بعجالة هي المراحل الثلاثة اللي اعتمدتها الحكومة لإصلاح نظام المقاصة. دكتور نوفل، كيف سينعكس إصلاح صندوق المقاصة على الطبقة المعوزة؟ لأنه كما كان معروف أن الطبقة الميسورة هي التي كانت تستفيد من دعم المقاصة. صحيح، هذا سؤال اسمح له. المهم كاين واحد النقطة مهمة، أن الحكومة حينما بشرت الإصلاح ديال المقاصة خدت مجموعة من الإجراءات مواكبة للفئات المستهدفة واللي كان عندها واحد الآثار كبير وتحادث في الأمور ديال والطرف والعيش ديال اليومي. مثلا أصحاب التاكسيات خصهم في 2013 واحد المنح تقريبا على كل ثلاث أشهر. كذلك بالنسبة للحافلات تم إرساء مجموعة من التمويلات المالية لهم، بالإضافة إلى تأمين ديال التغطية ديال هذه الأسعار على المستوى العالمي، وإضافة كذلك إلى دعم جديد حضرات الطيران بالنسبة للتاكسيات الكبارين بمنحة ديال 100%. هذا فيما يخص هذه الطبقات الفئة المهنية. كاين الطبقات المعوزة، كاين واحد الجزء كبير مخصص من الموارد المتأتية من إصلاح المقاصة، هذه الفلوس اللي جبدها هذا الربح اللي طلعت من 56-14، هذه الملايير توجهت بشكل مباشر المتأتية منها إلى دعم صندوق التماسك الاجتماعي، واللي كتعرفوا فهو موجه بالأساس إلى دعم الأرامل اللي دارها تقريبا 50,000 أرملة اللي تخطط تمويلات مالية، هذا هو اللي مولها، إضافة إلى الطلبة اللي ضعف العدد ديالهم وضعفت المنحة كان من هذا الامر هذا، اضافه الى برامج التيسير ديال التلاميذ الفقراء خاص من هذا الامر هذا، اضافه الى دعم ذوك الناس ديال التغطيه الصحيه، اضافه الى الناس فقدان الشغل، الى
مجموعه من الامور اللي كانت تقريبا دابا كدار في الشق الاجتماعي والموجه اساسا الى الطبقات الفقيره والمعوزه والهشه، فتاتي من هذا ما تم تخصيصه وما تم ربحه في اصلاح نظام ما قصر. نعم. دكتور نوفل، أيمكن أن نقول أن استجابة أرباب العمل والمهنيين للحوار الاجتماعي الذي فتحته معهم الحكومة هو الذي عجل بإصلاح صندوق المقاصة؟ ده هو صندوق المقاصة بصدق أنته الظرفية الصعبة اللي كان ديك ساكي عيشها المغرب ودار فيه الإصلاح، ولكن بفضل الحمد لله هذا الإصلاح والموارد المالية اللي تأدت وكاينة موجودة، الحكومة جلست مع النقابات وهذه المقترحات الأخيرة اللي أعطت الحكومة النقابات ورفعات من 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 من, من يعني المجموعة من الأمور اللي كانت ديك الساعة قليلة ورفعت منها سواء ديال الدري المبالغ المالية على كل دري ولا على الرفع ديال المبلغ ديال لو سالير مينيم اللي كان ديك الساعة موجود، هذا كله جاء من الإصلاح للمقاصة. دكتور نوفل، هل رغبة الحكومة في عدم لجوء إلى الدين العمومي باعتبار أن تموين كلفة المقاصة يستنزف ميزانية الاستثمار والإنتاج هو الذي كذلك ربما جعل الحكومة تعمل ما في جهدها لإصلاح هذا الصندوق؟ بالفعل هذه ملاحظة مهمة في محلها. الدين العمومي كان مشكل، يعني انه كانت الوتيره اللي تصعد بها تقريبا 4%. في ظل هذه الحكومه كذلك واحد الشق موجه كبير انها دابا تقريبا ما زادش هذه السنه هذه ما زادش بقى 0%، وكان الخطير هو انه كان ان هذاك الدين اللي كنا كناخذوه حينما كان يوجهه للاستهلاك، انك كتخلص به الامور والمبلغ ديال المقاصة، هذا كان خطير. اما الان كنبقى ستاغني وكاين واحد الدين عمومي ولكن بشكل معقول وموجه للاستثمار، هذا كيعطيك واحد الدفعه قويه للاقتصاد ديالك. اصلاح صندوق المقاصه هو منجز حكومي يحسب لهذه الحكومه التي يترأسها عبد الاله بن كيران. شكرا لك دكتور نوفل الناصري على هذه المعلومات القيمه. شكرا للاستضافه والسلام عليكم. إلى هنا نصل لختام نشرتنا الأسبوعية بانوراما اقتصادية، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله على إذاعتكم الرقمية بيجي دي راديو، صوت الغيرة على الوطن، صوتكم حين يصل. كونوا في الموعد. كانت معكم من وراء الميكروفون شيماء علول، وفي الإخراج يوسف مسامح وإبراهيم مساعد. في أمان الله.